وزارة البيئة بقى قررت ترحمنا من الفلوس اللي بندفعها للدكاترة، وترحم أطفالنا من الأنتيبيوتيك اللي هراهم وهم لسه يا عيني صغننين. فعملت إيه وزارة البيئة؟ وزارة البيئة فيرسز السحابة السوداء. هنشوف معانا بقى مع بعض عملوا إيه. معايا كده؟ بنتعامل على أكتر من محور. نمرة واحد، الصناعات الكبرى. الصناعات الكبرى اللي موجودة في القاهرة الكبرى أو في بعض المحافظات المختلفة اللي بتحيط بالقاهرة، في بعض التجمعات الصناعية. التجمعات الصناعية أو لو مشتتة، مش لازم تكون، ممكن تكون هي موجودة في حتة معينة بس الريح بتجلبها المنطقة فيها منخفض جوي فتبدأ تأثر على الناس. فالمفروض إن إحنا عندنا رصد ذاتي مفروض في جهاز شؤون البيئة، مجموعة من المحطات. المحطات دي عبارة عن أجهزة بتاخد عينات من الهواء أوتوماتيكيا، تبدأ تحللها وبعدين تقارنها بحدود القانون. مفروض ان الحدود ديت اي دولة في العالم بتحط ليميت، بتحط حد معين مفروض الملوث ده ما يتعدهوش عشان صحة الانسان. تحت دراسات معينة لفترات طويلة بتتعمل مفروض في كل الدول المتقدمة، ان في دراسة معينة عارفين مثلا ان اول اكسيد الكربون مفروض ما يعلاش عن مثلا قيمة معينة في الهواء الجوي، الانسان ما يقدرش يتنفسه. فمفروض ان انا اعمل كنترول على المصادر اللي بتعلي اول اكسيد الكربون عن الحد ده. فمفروض من واجبات جهاز شؤون البيئه ان يبدا يعمل تحكم في تلوث الهواء. تلوث الهواء ده ناتج عن نشاطات مختلفه منها صناعيه وغير صناعيه.